ولد سنة 24 و500 للهجرة بمدينة سبتة المغربية، وأخذ بها علوم الإقراء، ثم حصل علوم الشريعة جملة، وكان ابتداء أمره على يد شيخه العارف بالله تعالى سيد محمد الفخار. من الذين أعطوا للثقافة المغربية سيمتها وعمقها الروحي، فمذهبه كله يقوم على العطاء، ومذهبه كله يقوم على الصدقة، وأن بالعطاء العطاء والسخاء هو دواء لكل داء. تصدقوا، يعني هكذا كان يقول، وكان يتصدق بتسعة أعشار ولا يبقي لنفسه إلا العشر. لما خرج سائحا من مدينة سبتة قاصدا مدينة مراكش، حصلت له كرامة أنه دخل مسجدا وقد حصل له تعب وجوع شديد، لم يجد معه طعاما ولا مأوى، فأتى مسجدا من مساجد إحدى القرى، وكان لا يقدر حتى على الصلاة، فصلى ركعتين جاهدا، ثم قرأ ما تيسر من القرآن الكريم، وجلس في هذا المسجد يتضوع جوعا، فإذا به يسمع صوت طارق يطرق دار جار للمسجد بعنف، يسأل جاره عن بقرة ضاعت تركت عجها يحن إليها، فما الذي حصل؟ أنهم بحثوا عنها وظنوا أنها ربما دخلت إلى ساحة المسجد، ففتحوا الباب فوجدوا الرجل أبا العباس السبتي رضي الله عنه بجوعه، فقالوا لابد أنك لم تذق شيئا، فأتوه بمأكل ومشرب، ثم رجع صاحب البقرة إلى داره فوجدها موجودة، فقال اعلموا أني ما خرجت إلا لأجل إطعام هذا الرجل. فتبين الشيخ أبو العباس رضي الله عنه من هذه القصة بأن الله تعالى أقبل عليه وسخر له خلقه، فكانت هذه حقيقة التوكل التي انطلق منها الإمام أبو العباس السبتي. هو كان معروف برجل الصدقة، تيجوا الناس تيحطوا تيتبرعوا الصدقات، وبقى داك الشيء هكاك وتطور، ومن بعد الموت ديالو النتيجة هي هذه. هذه الزاوية معروفة بتوزيع الصدقات على المحتاجين المعاقين. جملة ما يمكن أن يقال عن الزاوية العباسية اليوم بأنها زاوية منتظمة، ودائرتها دائرة يقينية، لا في ضبط الصدقات والهبات والأعطيات سواء في الأخذ أو في إعادة توزيعها على المستفيدين، والمستفيدون من هم؟ غالبا المكفوفون والأرامل ثم المعوزون. اليوم لو أن الناس أجمعين، ليس فقط المغاربة، يسمعون ويعون الحكمة من مذهب الإمام الشيخ أبي العباس السبتي، لانقلبت الأمور في عند الإنسان يجمع. هذه القيمة، قيمة العطاء وقيمة السخاء وقيمة يعني العمل الخيري، لها أبعادها الروحية الملموسة الدينية في التوحيد، ولها إنجازتها، ولكم يعني مثل في الزاوية القائمة إلى اليوم، وكيف يستفيد منها الآلاف من المعوزين. الزاوية العباسية اليوم تستفيد من ثلاثة أشياء. الشيء الأول مكانة الشيخ في مراكش،
مكانته عند التجار، مكانته عند الأهالي. عندما أقول مكانته عند التجار، فإذا دخلت إلى مدينة مراكش اليوم، إلى متاجرها بالضبط المدينة القديمة، سوف تجد عبارة معلومة عند التجار بأن أول بيع يبيعونه وأول ربح يكسبونه في صبيحة كل يوم من أيام الدنيا إلا ويسمونها بالعباسية، يجعلون هذا الربح في صندوق زاوية الشيخ أبي العباس السبتي. الزاوية العباسية قائمة على واحد النظام عجيب، هو توزيع شهري تاع الأموال اللي كتجمع. كل شهر كنوزعوا داكشي كل اللي تجمع على تقريبا 2000 مستفيد، وهاد 2000 بالزيادة، علاش باقي اليوم باقي الناس كتسجل، باقي يمكن الإنسان يدخل في النظام. الشيخ أبو العباس السبتي لا يزال يحيي ليومنا هذا باعتبار حياة العطاء وحياة الإحسان وحياة مذهبه الذي أسسه، فهو توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى لكن مذهبه لم يموت، هو مذهب الإحسان ومذهب الجود وانفعاله بالوجود.